حرف الشين، أكتشف وأتعرف. أولا أرفع يدي إذا سمعت الصوت الشين، شات شا. أسمع صوت الشين في المقطع شا، أرفع يدي. جدي، لا أسمع صوت الشين، لا أرفع يدي. شبل شي، أسمع صوت الشين في المقطع شي، أرفع يدي. ثانيا أقرأ وأتعرف أشكال حرف الشين. الحرف في أول الكلمة شحرور، تكتب الشين على هذا الشكل في أول الكلمة. شمس، تكتب الشين على هذا الشكل في أول الكلمة. الحرف في وسط الكلمة فراشة، تكتب الشين على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كانت منفصلة. عائشة، تكتب الشين على هذا الشكل في وسط الكلمة إذا كانت متصلة. الحرف في آخر الكلمة طربوشا، تكتب الشين على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كانت منفصلة. مشمش، تكتب الشين على هذا الشكل في آخر الكلمة إذا كانت متصلة. ثالثا أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. مشمش، جزئت إلى المقطع مش والمقطع مي والمقطع شون. شربير، أجزئها إلى المقطع شر والمقطع بي والمقطع لون. شموع، أجزئها إلى المقطع شو والمقطع مو والمقطع عون. عشرون، أجزئها إلى المقطع عش والمقطع رو والمقطع نق.